وصفتنا لهذا اليوم ستكون من ماليزيا، وصفة نباتية لذيذة، إنها نودلز كون بردوراز. شيف إيفا من قناة ملكي أنخلا وشيف إيفا. أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم، معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أما بخصوص الترجمة والمونتاج والصوت فهم لصديقتي أنخلا من تركيا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا، قناة ملكي أنخلا وشيف إيفا. أما بخصوص وصفتنا لهذا اليوم فهي من الوصفات النباتية والتي يعشقها النباتيين، وتنفع أيضا لإخواننا المسيحيين في صومهم، إنها النودلز مع الخضروات. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها، لذيذة وشهية. والآن أصدقائي هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير النودلز مع الخضروات معي أنا الشيف إيفا. باموس. وصفتنا لهذا اليوم نودلز مع الخضروات من المطبخ الماليزي، نسيت ذكرها في المقدمة أصدقائي. والآن إليكم المقادير، وهي كالتالي: فلفل أحمر حبة واحدة، فلفل أخضر حبة واحدة، حبة كوسة واحدة، 300 جرام شامبينيون أي فطر، 250 جرام نودلز، 800 ملي مرقة خضروات، 100 ملي عصير تفاحة مضي الطعم، 4 ملاعق طعام مملوءة من زيت الزيتون لقلي الخضروات. أما بخصوص البهارات فهي كالتالي: ملعقة طعام كاري، ملعقتي طعام صوص الصويا، وللوجه سوف نستخدم رشة خفيفة من الكزبرة تعادل نصف حزمة. ها هي جميع مقاديرنا. في وصفتنا هذه لن نستخدم الملح، ذلك لأن صوص الصويا فيه ملح كفاية. والآن إليكم طريقة العمل. وضعت المقلاة على النار، سأضع فيها القليل من زيت الزيتون هكذا. في هذه الأثناء أيضا وضعت القدر على النار الأخرى، وسأضع في القدر مرقة الخضروات، ها هي. بعد ذلك سأبدأ بتقشير حبة الكوسة. حبة الكوسة المستخدمة هنا كبيرة، إذ كانت الكوسة لديكم اعتيادية يمكنكم استخدام حبتين بدل الحبة. الآن وبعدما انتهيت من تقشير حبة الكوسة وضعتها جانبا، سأبدأ بتنظيف حبة الفلفل الأخضر من البذور، وبعد ذلك سأبدأ بتقطيعها. سيتم تقطيع الكوسة على شكل شرائح بالطول خفيفة جدا هكذا. نضع الفلفل الأخضر بعد تقطيعه شرائح خفيفة في المقلاة مع زيت الزيتون، ونبدأ بتقليبه ما بين الحين والآخر هكذا. بعد ذلك سأبدأ بتقطيع الكوسة وبنفس الطريقة على شكل شرائح خفيفة بالطول، ومن ثم سأضع شرائح الكوسة في المقلاة مع الفلفل الأخضر وزيت الزيتون، وأبدأ بتقليبهم ما بين الحين والآخر
الآن سأبدأ بتقليبهم مرة أخرى. الفلفل الأخضر وزيت الزيتون والكوسة في المقلاة. في هذه الأثناء سأبدأ بتقطيع الفطر بعد غسله وتنظيفه. أيضا سأعمل على تقطيعه على شكل شرائح خفيفة. في هذه الأثناء أخذت مقلاة ثانية وضعتها على نار هادئة وأعاود تقليب الخضروات في المقلاة الأولى هكذا. بعد ذلك سأبدأ بتقطيع الفطر على شكل شرائح خفيفة جدا وأضعها في المقلاة على النار لتسويتها. استمر حتى نفاذ الفطر معي. في هذه الأثناء سأضع ملعقة طعام مملوءة من الكاري فوق الخضروات وأعاود تقليبها بهذا الشكل. وها هو الفطر في المقلاة الثانية قد نضج. سأرفعه من على النار وأضعه فوق الخضار هكذا. أقلب الخضروات مع الفطر في المقلاة هكذا وهي ما زالت على نار هادئة. وها هو النودلز. استمر بتقليب الخضار مع الفطر حتى تنضج معنا تماما. وها هي الخضار بعدما نضجت. رفعتها من النار وضعتها جانبا. أرجعت القدر الذي فيه مرقة الخضار على النار. أنتظر حتى تبدأ مرقة الخضروات بالغليان. سأضع فيها النودلز لغرض سلقه. في هذه الأثناء سأضع صوص الصويا فوق مرقة الخضار في القدر. صوص الصويا في هذه المرحلة مهم جدا لأنه يعطي لوصفتنا مذاق لذيذ تشتهر فيه هذا النوع من الوصفات الماليزية. أصدقائي، جميع المقادير تجدونها مكتوبة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. وإن كان لديكم أي سؤال أو استفسار اكتبوه لنا في التعليقات وسيتم الرد عليه بنفس اليوم. بعدما وضعت صوص الصويا في القدر مع مرقة الخضار أبدأ بتحريكه
الآن نضع النودلز بعدما بدأت مرقة الخضروات بالغليان في القدر. انتظروها حتى تنضج معنا، فهي لا تستغرق وقت طويل. هكذا الآن وبعدما نضج النودلز معنا في القدر، هكذا يبدو معنا. أرفعه من النار، أرجع الخضروات التي في المقلاة الكبيرة على النار مرة أخرى، وسأضع فيه فوقها النودلز، وأعود تقليب الخضار مع النودلز في المقلاة، وهي ما زالت على النار. بعد الانتهاء من تقليبها وهي على النار، أرفعها من النار، أضعها جانبا. في هذه الأثناء سنحتاج إلى نصف حزمة من الكزبرة الطازجة، ذكرتها لكم في المقادير. سأبدأ بفرمها ناعما، هكذا، لنضعها فوق وصفتنا بعدما أصبحت جاهزة. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، نودلز مع الخضروات قد أصبحت جاهزة للتقديم. بألف صحة وعافية أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. انتظروا تعليقاتكم الجميلة في قسم التعليقات أصدقائي، علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخلة والشيف إيفا. قبل أن أنهي هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم وإلى غيركم. تفاعلكم مع قناتنا بكل تأكيد يسعدنا أصدقائي. اكتبوا لنا في الكومنتس من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بالنسبة لنا يسعدنا كثيراً. انتظروني في وصفات جديدة، كنت أنا معكم الشيف الأكاديمي إيفا من إسبانيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.